العم مظهر عبد الحكيم من عدن، مقيم هو وأسرته في صنعاء منذ أعوام طوال، والذي يبلغ من العمر 77 عاما عاجز في فراشه، وهو من خدم الوطن 35 عاما في وظيفته السابقة التي كان يعمل بها. العم مظهر يتقن 5 لغات أجنبية، إلا أنه الآن يقف عاجزا أمام عجزه هو وأولاده 4 المصابين بتكسرات في الدم، ويحتاجون باستمرار إلى قرب دم ليتمكنوا من العيش. أنا عندي 5 لغات: اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الهندية، اللغة العربية، اللغة الصومالية. والحمد لله وصلنا إلى مرحلة لا شيء، والحمد لله رب العالمين. هذا أمر الله عليه. أنا أعاني من مرض السكري ومرض الشلل ومرض القلب، وأنا أواجه مشاكل إنسانية، والبيت حقي فاضي من جميع النواحي، ما يعلم إلا الله أمور زي هذه. 4 من جهالي عندهم مرض فقر الدم المنقلي، وهم بحاجة إلى زرعة النخاع الشوكي في الهند حسب التقارير الطبية من صنعاء ومن عدن. يتحدث العم مظهر عن حاله بأسى وحزن وإيمان كبير بالله تعالى، فهو مصاب بشلل نصفي وبمرضي السكر والقلب، ولا يملك حتى فراشا مناسبا ينام عليه هو وأولاده، وابنه المريض أيضا يعمل كماسح للسيارات. ابني يشتغل مصفي سيارات، ابني إيهاب يشتغل مصفي سيارات، ولما في أمطار ما يقدر يصفي سيارات، المطر يوقف تصفية السيارات. عملي مغسل سيارات، وعندي فقر الدم المنجلي، ومعي 3 من خواتي نفس المرض، والوالد معوق في البيت والله أعلم بالحال، وأنا شاقي على الأسرتين. أتمنى من الفاعلين الخير أن يساعدونا بأي حاجة الذي أقدر، أن أنا أدخل دخل للمصروف للبيت، بحيث أن خواتي شهريا كل شهرين أن أسعفهم للمستشفى لتبديل الدم، وأنا لما أطرح خلاص هم يموتوا من الجوع. راشد أصحاب الخير، ألقوا عيالي وأبو عيالي مقعد فوق الفراش، لم يقدر يتعمل أي حاجة، وعيالي مرضى وتعب، ونحتاج سفرنا إلى الهند، ما مش معنا القوت الضروري، ما مش معنا غاز، ما مش معنا أي حاجة اللي إحنا يعني نعتمد عليها. إذا أي واحد له الرغبة بمساعدتي وجزاه الله خير، يرجى الاتصال على 37079776، هذا رقمي أنا، أو رقم بنتي أنا 47947038. يشغل يومه العم مظهر بقراءة القرآن الكريم ليحاول تناسي آلامه وضعفه وقلة حيلته، مؤمنا بقضاء الله تعالى، مناشدا من كان له قلب رحيم أن يرأف بحاله وحال أولاده الذين يحتاجون لزراعة نخاع عظمي في الخارج، وهم الذين لا يملكون تسديد ديون إيجار منزلهم المتراكمة وثمن علاجاتهم الباهظ. هي لفتة إنسانية لن تضيع عند الله تعالى لإنقاذ أنفس عفيفة من مأساة حقيقية.